بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تاني سيمي سوليد دوتج فورم عندنا في الكورس وهو الكريمز. اخدنا قبل كده في كورس الفارماسي اورينتيشن اوفر فيو سريعه او ملخص سريع كده عن الكريمز، وقلنا ان الكريمز، وكمان اتكلمنا عن الموضوع دوت في الفارماسيوتكس 1، وقلنا ان اي كريم هو عباره عن سيمي سوليد ايمولشن. لما نيجي نعرف الكريمز بنقول ان الكريمز هي عباره عن سيمي سوليد اور سيك ليكويد ايمولشن containing active ingredients for external application. ونفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في الاوينتمنت او في اي سيمي سوليد دوزج فورم بشكل عام، ان الكريمز يا اما بنستخدمه فور ثيرابيوتيك افكت، يا اما فور بروتكتيف افكت، يا اما فور كوزماتيك افكت. تمام. طيب بالنسبه للكونسيستنسي بتاعه الكريمز والريولوجيكال كاركترستكس دي، دايما بتبقى ديبند على هل الكريم بتاعي ووتر ان اويل ولا اويل ان ووتر ايمولشن. معظم الكريمز الافيلبل في الماركت او معظم الكريمز اللي بنستخدمها بتبقى دايما بنستخدمها از ايمولينت، او الكريم بيبقى انكوربريتد جوه الكريم ثيرابيوتيك ايجنت فور تريتمنت سيرتن سكين ديس اوردر. طيب المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن البوينتس دي، قلنا ان بيبقى عندي برودكتس او عندي بيزز بتبقى كريمي ان ابييرنس، ولكن هي مش ايمالشن، مجازا بنطلق عليها كريمز. طب عدى علينا فين الكلام ده قبل كده؟ المحاضره اللي فاتت واحنا بنتكلم على الاوينتمنت بيزز، كان الاوينتمنت بيز الثالثه بالتحديد اللي هي كانت ووتر ريموفابل بيز، كانت اويل ان ووتر ايمالشن بيز، هي اوينتمنت بيز مش كريم، ولكن قلنا ساعتها ان مجازا لما حد بيشوفها او لما اي بيشنت او حتى فارماسيست بيبدا يشوف البيز دي بيبدا او بيفتكر ان هي كريم، ولكن هي في الحقيقه مش كريم. فعشان كده بنقول ماني برودكتس اللي هي بتكون كريمي ان ابييرنس ولكن هي مش ايمالشن تايب بيز، في الحاله دي مجازا ممكن نقول عليها كريمز. طيب بالنسبه للبيشنتس او حتى الفارماسيست او الفيزيشن، كل البيشنتس بيفضلوا الاويل ان ووتر كريم، لان الاويل ان ووتر كريم بيكونوا اليجنت ان ابييرنس، اليجنت دراج ديليفري سيستم، بليزنج ان بوست ابييرنس اند فيل افتر ابلكيشن. الشكل العام بتاع الكريم بيبقى acceptable بالنسبه للبيشنت. الفيل افتر ابلكيشن يعني بعد ما البيشنت يعمل ابلكيشن او رابنج على السكن، الفيل افتر ابلكيشن بيكون acceptable برضو بالنسبه للبيشنت، ما بيكونش فيه اي جريسنس او الموضوع بيكون مش acceptable بالنسبه للبيشنت. طيب الاويل ان ووتر كريمز نون جريسي، واشبل، رينسبل، على عكس الووتر ان اويل كريم. طيب ومادام احنا بنقول ان اي كريم هو عبارة عن ايمالشن، عبارة عن سيمي سوليد ايمالشن، فاحنا عندنا معلومة من الترم اللي فات ان اي ايمالشن يستوجب ان انا اضيف، ايوه بالظبط كده، اضيف ايمالسيفاينج ايجنت او اضيف ايمالسيفاير، لازم يكون عندي ايمالسيفاير انكلودد او انكوربريتد في الفورمولا. طيب هنا السؤال بقى، هل الايمالسيفاينج ايجنت بضيفه زي ما كنت بضيف قبل كده وانا بحضر الكاستر اويل ايمالشن او الليكويد بارافين ايمالشن، هل بضيف ايمالسيفاينج ايجنت في الفورمولا زي مثلا جام تراجاكنس او الاكاشيا جام وهكذا؟ لا، هنا الموضوع مختلف ونركز كويس قوي. ودلوقتي واحنا بناخد تايبس او اكزامبلز على الكريمز هنفهم اللي انا بقوله دلوقتي. هنا بنقول ان الايمالسيفاير او الايمالسيفاينج ايجنت بيتكون ان سيتو. يعني ايه ان سيتو؟ نتيجه رياكشن two components في البريسكريبشن، يبدا يتكون عندي الايه الايمالسيفاينج ايجنتس، هنفهم اكتر في السلايدز الجايه. طيب زي ما كنا او زي ما احنا عارفين ان الايمالسيفايرز لازم يتوفر فيه certain characteristics ideal properties. زي ايه بقى؟ احنا قلنا والصوره دي بالتحديد احنا شفناها في اخر الكورس اللي فات او في فارماسيوتكس 1، واحنا بنتكلم على السيوريز اوف ايمالسيفيكيشن وازاي الايمالشن بيتكون. فقلنا ان الايمالسيفاير مهم قوي ان هو يقلل لي السيرفس تنشن، او بالتحديد احنا ساعتها قلنا ان الايمالسيفاير او الايمالسيفاينج ايجنتس بيقلل الانترفيشال تنشن اللي هو بتوين الاويل والووتر،
وبالتالي بيحصل proper emulsification. كمان الامالسيفاير بيمنع الكوليسنس اللي بيحصل بتوين الاويلي دروبلتس عشان ما يحصلش اجريجيشن لاكتر من اويلي دروبلتس وبالتالي يحصل سيبريشن للامالشن وبالتالي يحصل سيبريشن للكريم وده ما ينفعش. كمان الامالسيفاير مهم ان هو يكون افكتيف ات فيري لو كونسنتريشن. تمام. طيب هنبدا نتكلم دلوقتي على الكريم بريبريشن. هنتكلم على الايموليانت كريم، هنتكلم على الكولد كريم، الفانشنج كريم. مهم قوي ان انا اعرف الكريم ده تايب بتاعه ايه، هل هو اويل ان ووتر ولا ووتر ان اويل. كمان افهم الميكانيزم اوف اكشن، افهم الكومبوننتس اللي بتكون لي الكريم ده. الايتيمز اللي انا بتكلم عليها دي مهم قوي ان انت تفهمها في كل الكريمز اللي احنا هنتكلم عليها في محاضره النهارده. طيب احنا هنتكلم زي ما قلت من شويه، هنتكلم على الكولد كريم، الفانيشنج كريم، ايموليانت، معظمهم كوزماتيك كريمز، ممكن يكونوا اويل ان ووتر او ووتر ان اويل. وفهمنا البيشنتس بيبقى بيفضل اي تايب منهم. احنا بنقول ان موست كوزماتيك كريمز موست كوزماتيك ايمولشنز ار اويل ان ووتر تايب. هنبدا اول حاجه هنتكلم عليها هو الكولد كلينسينج كريمز. هنتكلم عن الكولد كريم وهنتكلم عن الكلينسينج كريم، وفي بعض الاحيان الناس بتعتبر ان هما واحد وده حقيقي. طيب هنبدا الاول بالكولد كريم. والكولد كريم ده عباره عن كريم او عباره عن ووتر ان اويل ايمولشن كريم. طيب الهدف من الديفلوبمنت اوف كولد كريم ان هو يعمل سموزنس للسكن، يعمل ريموفال للميك اب، وده مهم قوي الكلام دوت. يبقى الكولد كريم هو عباره عن ووتر ان اويل كريم بيعمل سموزنس للسكن. لو بيشنت السكن بتاعه دراي، البيشنت السكن بتاعه سكيلي، في الحاله دي بيبدا البيشنت ياخد الكولد او بيبدا يعمل ادمنستريشن للكولد كريم، يعمل له سموزنس للسكن، يخلي السكن يونج، يخلي السكن شايني، يخلي السكن جلو. كل دوت من استخدامات الكولد كريم. كمان الكولد كريم من ادواره ان هو بيعمل او من الرولز بتاعته ان هو بيعمل ريموفال للميك اب، والكلام ده هنقوله بالتحديد واحنا بنتكلم على الكلينسنج كريم اكتر يعني. بس نفهم دلوقتي اشمعنى الكولد كريم بيستخدم في الريموفال اوف ميك اب. طيب لما نيجي نفكر كده مع بعض، هي الكالرنج ماتيريالز، الكالرنج ماتيريالز اللي بتكون او اللي بتكون الميك اب، الكالرنج ماتيريالز هل هي اويلي ان نيتشر ولا هيدروفيليك ان نيتشر؟ طبعا الكالرنج ماتيريالز دي اويلي ان نيتشر. طيب لو انا عايز اعمل ريموفال او لو واحده عايزه تعمل ريموفال للكالرنج ماتيريالز او للميك اب او للباودر دوت، هل الريموفال بيتم بوتر بس؟ مش هينفع. ليه مش هينفع الووتر بس؟ لان انا لسه بقول ان الكالرنج ماتيريالز دي اويلي ان نيتشر. تمام، يبقى لازم اعمل ريموفال للميك اب ده بكريم اويلي ان نيتشر. هو كولد كريم اويلي كريم؟ طبعا لسه قايل اهو الاويلي الكولد كريم ووتر ان اويل، يعني الاكسترنال فيس هو الاويل، يعني اللي هيكون ليه دايركت كونتاكت بالسكن هو الاويل، وبالتالي الكالرنج ماتيريالز دي هيحصل لها ديزولفنج فين؟ في الاكسترنال فيس، في الاويل، وبالتالي يحصل كلينسنج وكمبليت ريموفال للايه؟ للميك اب. تمام. طيب الكولد كريم بوسس سموزنس، حضرتوه في المعمل وعارفين الكلام ده، وكمان ليه شايني ابييرنس. تمام، ده برضو بنلاحظه لما نحضر الكولد كريم. معلومه كمان لازم تبقى عارفها ان الكولد كريم بيسموه النايت كريم، النايت كريم. وطبعا انتوا سمعتوا الاكسبريشن ده ان زي ما في نايت كريم فعندي برضو في داي كريم. النايت كريم دوت بيكون ووتر ان اويل ايمولشن، ما ينفعش البيشنتس او اي واحد او واحد او واحده يعمل ابلكيشن لاويلي كريم وينزل الصبح يروح شغله او يتعرض لشمس او يتعرض لدست. ليه؟ لان الاويل بيبدا يعمل اكيوميليشن وبيجمع لي كل الدست دي. هتلاقي ان اللي بيعمل ابلكيشن لاويلي كريم الصبح تلاقيه ماشي شايني بينور كده بيلمع، ده ما ينفعش. تمام، عشان كده الكولد كريم هو نايت كريم. وفي كريمز او كريمات مشهوره قوي في الصيدليه زي الاولي كريم، لما بتروح الصيدليه وتطلب الاولي كريم فهيقول لك انت عايز الكريم النايت ولا عايز الدي كريم، يعني الكريم بتاع الصبح ولا الكريم بتاع بالليل. تمام، ده ليه هدف، وده الاثنين طبعا بيعملوا سموزنس وبيعملوا نورشمنت للسكن، بس التوقيت بس بيختلف. تمام، طيب
يبقى الكولد كريم بوسيس سموثنس وشاينس. ما ينفعش الكولد كريم اجي افتحه، ينفع انت تحضر كريم فابص على الكريم الاقي فيه سيبريشن للووتر والاويل، وفي الحاله دي يبقى كده الايمالشن فصل، وبالتالي انا كده ما عنديش كولد كريم. ما ينفعش يحصل شرينكج، يعني انت محضر مثلا 30 جرام، اجي افتح التيوب او اجي افتح الجار الاقي 30 جرام بقى او 10 جرام او 5 جرام، ما ينفعش. او يبقى في سبيكس او قشور كده موجوده في الكريمز، ده كمان ما ينفعش. ما ينفعش الكولد كريم يبقى تو سوفت. طيب انت قاعد تقول ما ينفعش، طب يعني ازاي؟ يعني ايه ايه اللي اعمله مفروض عشان الكريم يطلع معايا ايديال؟ هنقول بقى دلوقتي واحنا بنتكلم على البريبريشن اوف كولد كريم، تمام؟ طيب فبنقول ان الكولد كريم ما ينفعش يبقى سوفت، ما ينفعش يكون ستيف. طب هما ليه سموه كولد كريم؟ الكولد كريم اتسمى بالاسم ده بسبب الكولينج افكت، لما البيشنتس بيعمل ابلكيشن على السكين بيحس بكولينج سنسيشن. طيب الكولينج سنسيشن ده جاي من ايه؟ الكولينج سنسيشن ده ديو تو سلو ايفابوريشن اوف ووتر الموجوده في الانترنال فيز. بيبدا يحصل او افتر ابلكيشن او افتر رابنج اوف كولد كريم على السكين بيبدا يحصل ايفابوريشن للووتر اللي موجوده في الانترنال فيز، هي دي اللي بتدي كولينج سنسيشن، عشان كده سموه كولد كريم. طيب البنفيتس بتاعت الكولد كريم ان هو بيعمل providing لي intense hydration، intense skin hydration، وده مهم. بيساعد كمان في عملية النورشمنت والريستور، أو بيعمل restoring لي السكين natural protective barrier. بيعمل soothing للdrying effect of harsh environmental aggressors زي مثلا الهاي temperature، زي مثلا وجود dust في الجو، كل ده بيأثر على السكين. برضو بيعمل سوزنج للسكين في حالات different skin disorder. طيب الكولد كريم من مميزاته كمان ان هو suitable for infants, children and adult، يعني كل الاعمار تقريبا. طيب الكي انجريدينتس اللي موجوده في الكولد كريم زي ايه؟ زي الوايت بيز واكس، وده هنتكلم عليه دلوقتي. الوايت بيز واكس بيعمل سوزنج للسكين، وكمان الفارماسيوتيكال جريد مينرال اويل بيعمل ريتيننج للمويستر كونتنت الموجود في السكن. طيب لما نيجي نبص على البريسكريبشن بتاعه الكولد كريم، هنلاحظ ان الكولد كريم بيتكون من بيز واكس، مينرال اويل، ما يهمنيش دلوقتي في النظري الكميات، يعني الكميات مش هتهمني قوي، في العملي اكتر، لان دي مساله وانتوا هتحلوها، او مساله انت المفروض ان تكون اخدتها في المعمل، فمش هنتكلم على الكالكوليشنز دلوقتي. لكن هيهمني اكتر ان انا اعرف الانجريدينتس الكومبوننتس اللي موجوده في الكولد كريم ودور كل كومبوننت منهم. طيب الكومبوننتس دي زي ايه؟ زي البيز واكس، المينرال اويل، البوركس، ديستل ووتر، بريزرفتيف، والبرفيوم. طيب تعالوا بقى نشوف دور كل ماتيريال، دور كل كومبوننت موجود في الكولد او الكلينسنج كريم او الكولد كلينسنج كريم. طيب اول حاجه البيز واكس، هو ده اللي بيدي البادي للكريم، هو ده الاويلي فيز الموجود في الكريم بالاضافه للمينرال اويل. طيب ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان البيز واكس الاستراكشر بتاعه عباره عن فري سيروتيك اسيد، فري فاتي اسيد. يبقى البيز واكس هو الاويلي فيز بتاع الكريم. وخلي بالك خلي بالك اي كريم هو طريقه التحضير بتاعته بتبقى واحده، بيبقى عندي اويلي فيز بعمل له ميلتنج على الووتر باس، وعندي اكيوس فيز بعمل له هيتنج تو ذا سيم تمبريتشر برضه على الووتر باس، وابدا اضيف الاكيوس فيز على الاويلي فيز بورشن وايز ويز كونتينوس ستيرنج لحد ما يحصل كونجيلنج، ابدا اعمل ستيرنج وسكولنج، اورد بره بقى بعيد عن الووتر باس لحد ما يتكون الكريم. هي طريقه واحده للتحضير، خلاص كده. طيب فيبقى انا مهم لما اجي اقول لك الكريم ده، او مثلا لما نيجي نتكلم على الفانشنج كريم او كولد كريم، مين الاويلي فيس تقول لي، مين الاكيوس فيس تقول لي، مين الامالسيفاير، تبقى فاهم الكلام ده كله. يبقى البيز واكس دوره ان هو ده الاويلي فيس بتاع الكريم، مش بس كده، ده كمان تيك بورت ان بيشارك في عمليه الامالسيفيكيشن. ما احنا قلنا بقى يا شباب ان الامالسيفاير بيتكون في الكريم ان سيتو. يعني ايه ان سيتو؟ يعني بيحصل امالسيفيكيشن رياكشن بتوين تو كومبوننت في البريسكريبشن. طب ما تيجي نبص كده على البريسكريبشن ونطبق الكلام دوت على الايه، ونطبق الكلام دوت على الكولد كريم. طيب
لما نيجي نبص هنا على الكولد كريم واجي اسالك هنا فين هنا الايمالسيفاينج ايجنت؟ لا انا ما عنديش هنا في البريسكريبشن ايمالسيفاينج ايجنت. طب امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل وركز كويس ان من 20 ل 30% من الفري فاتي اسيدز الموجوده في البيز واكس، من 20 ل 30% تقريبا 25% بيعملوا رياكشن او بيعملوا سابونيفيكيشن رياكشن مع البوركس اللي هو الالكالي اللي موجود في البريسكريبشن، فيتكون صوب. الصوب اللي اتكون ده هو ده الايمالسيفاير، هو ده الايمالسيفاينج ايجنت. تاني، الالكالي اللي موجود في البريسكريبشن هل هو ده الايمالسيفاير؟ لا. امال ده دوره ايه؟ الالكالي ده بيعمل ايمالسيفيكيشن، بيعمل نيوتراليزيشن، بيعمل سابونيفيكيشن لكل الفاتي اسيد؟ لا، لتقريبا 25% من الفري فاتي اسيدز الموجوده في البيز واكس يتكون صوب. الصوب ده هو الايه؟ هو الايمالسيفاير. هنقول الكلام ده دلوقتي. يبقى انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تفهم يعني ايه تيك بارت ان ايمالسيفيكيشن بروسيس. طيب المينرال اويل الموجود في الكولد كريم ده بروموت الكلينسينج اكشن اوف كريم. عندي البوركس ده الكالي سابونيفاينج ايجنت رياكت وذ فري سيروتيك اسيد، كله كل الفري اسيد لا طبعا زي ما قلت من 20 ل 30% فورمينج صوديوم سيروتايد. الصوديوم سيروتايد اللي قدامك ده هو ده الايمالسيفاير، هو ده الايمالسيفاينج ايجنت زي ما انت شفت كده وفهمت ان هو فورمد ان سيتو، هو ده السوب، هو ده الايمالسيفاينج ايجنت اللي بيعمل ايمالسيفيكيشن وبيكون لي الكولد كريم، وبالتحديد الايمالسيفاير ده بيكون لي ووتر ان اويل ايمالشن. تمام، لان في ايمالسيفايرز ثانيه بتكون اويل ان ووتر ايمالشن. طبعا كلنا عارفين البوندز كريم والنيفيا كريم دول بنعتبرهم كولد كريم ووتر ان اويل ايمالشن كريم. طيب بالنسبه لي الكلينسنج كريم، هنا الكلينسنج كريم بنستخدمه او يوز تو كلينز ذا سكين، يعمل كلينسنج للسكين. ممكن يستخدم انستيد اوف ووتر بديل للووتر طبعا، ويفضل طبعا لان زي ما بنقول الووتر مش بتعمل كلينسنج لكل الماتيريال. لو عندي هيدروفيلك ماتيريالز بس اكيوميليتد على السكين الووتر كفايه، لكن لو عندي ماتيريالز اويلي ان نيتشر لا الووتر اصلا مش هتقدر تعمل حاجه في الموضوع دوت. يبقى انا الكلينسنج كريم بنستخدمه تو كلينز ذا سكين ايذر انستيد اوف ووتر اور بيرير تو واشينج ويز ووتر، يعني عايز تغسل وشك او عايز تغسل الفيس والسكين بالووتر مفيش مشكله تمام، ولكن قبل عملية الووشنج ويز ووتر لازم تستخدم ايه؟ كلينسنج كريم، لان ممكن يكون في اويلي ماتيريالز اكيوميليتد على السكن، وبالتالي محتاجين ايه؟ اويلي كريم زي كلينسنج كريم عشان يعمل ريموفال للكلام ده. وبالتالي اللي عايزه تعمل ريموفال للميك اب يبقى لازم كلينسنج كريم الاول، وبعد كده ممكن ووتر عادي، وممكن الكلينسنج كريم يكون كافي يعني. طيب ده ديبند على ايه؟ قلنا في الاول احنا بنتكلم على الكولد كريم ان الكلينسنج كريم ان الميك اب الكالرنج ماتيريالز الموجوده او يوزد ان ميك اب تمام بتكون اويلي ان نيتشر، وبالتالي ايزلي ديزولفد في الاويلي كريم دي زي الكلينسنج والكولد كريم اكتر بكتير من الايه الووتر. عشان كده يفضل ان احنا نستخدم اويلي كريم عشان يعمل دروينج الكالر من الميك اب والامبيورتيز من الايه من السكين. الكلينسنج كريم بنعتبرهم مودرن داي فيسز كلينسنج برودكت يوزد باي بيبل تو كلين ذا فيس اوف ميك اب اند داست بيفور جوينج تو بيد. يعني الكريم ده نايت ولا داي؟ اهو بيقول لك بيفور جوينج تو بيد، يبقى ده نايت كريم خلاص بدون ما تفكر. لو الاويل هو الاكسترنال فيس يبقى ده نايت كريم على طول. طيب افرض انا عايز استخدم كريم الصبح قبل ما اروح الشغل او قبل ما وانا بتحرك في الشمس او غيره، خلاص هنا في الحاله دي بنستخدم ايه؟ اويل ان ووتر كريم. يعني الاويل يبقى هو الانترنال فيس، مش ده اللي معرض او مش هو ده اللي ليه دايركت كونتاكت بالسكين تمام. طب ممكن واحد او واحده دلوقتي بيفكر يقول طب يعني كلينسنج كريم ملوش اهميه، يعني مش موضوع يعني. طب عادي هيجرى ايه يعني؟ اللايرز بتاعت الميك اب والدست والسويت والعرق والكلام ده ايه المشكله؟ لا في مشكله بقى ان اللايرز دي اكيوميليتد على السكين في صوره لاير، يبقى اللايرز اوف ميك اب والدست والسويت بتفضل موجوده از لاير على الفيس على السكين، بريفنت السكين فروم بريسنج، وبالتالي تلاقي السكين فيه رينكلز وفي دالنس وفي تجاعيد وشكله معجز ومش هيلسي، ده ما ينفعش خلاص. على عكس الريجولر يوز اوف كلينسنج كريم بيخلي السكين سوفت جلوينج فريش يونج هيلسي، وده مهم.
طيب الامبورتنت فيتشرز والكاركترستكس للكلينسنج كريم ان هو مهم قوي ان هو يعمل ديب كلينسنج، مش بس يعمل كلينسنج للسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، يعمل ليفتنج ودروينج للميك اب للميك اب والامبيورتيز جنتلي بدون ما يسبب الروتيشن وافكتيفلي، تمام؟ يعني يعمل ليفتنج لكل الكالرنج ماتيريالز والدست والامبيورتيز، مينتين وسبورت نورمال مويستشر ليفل اوف ذا سكن طبعا عشان السكن يفضل دايما هايدريتد وجلوينج، يعمل سوزنج ويخلي السكين سوفت وصبل وفليكسبل ومرن ومفيهوش اي مش ناشف ومش مش دراي ومش سكيلي، تمام؟ يحافظ على البي اتش بالانس ويحافظ على السكين فروم بروكن داون. طيب الانجريدينتس اللي ممكن كمان تكون موجوده في كلينسنج او الكولد كلينسنج كريم، ممكن يبقى في عندي ستيريك اسيد، مينرال اويل، لانولين، تربينول، ترايسانولامين، بروبايلين جلايكول، بيرفيوم، النيفيا كلنا عارفينه كلينسنج كريم اهو، كلينسنج كريم ووش، كلينسنج كريم ووش نيفيا، تمام؟ طيب تاني كريم هنتكلم عليه النهارده هو الفانشنج كريم او بنسميه الفاونديشن كريم. طيب الكريم ده في مبدئيا كده عشان تبقى فاهم اللي هو او الطيب بتاعه بيكون اويل ان ووتر كريم. الكريم ده هو كريم الاساس. طيب زي ما اتكلمنا على الكولد كريم ليه سموه كده والكلينسنج كريم ليه سموه كده، برضه هنا ليه سموه فانيشنج كريم، ليه سموه فاونديشن كريم، هو واحد يعني. فانيشنج كريم عشان لما البيشنت بيجي يعمل ابلكيشن للكريم دوت على السكين ويعمل رابنج بيختفي، بيحصل ديسابير بسرعه. طب ليه بيحصل ديسابير؟ مش زي اي كريم يعني بشوف وايت فيلم او سين فيلم على السكين. هنا في الفانشنج كريم الاويلي فيه ستيريك اسيد، الستيريك اسيد الميلتنج بوينت بتاعته صغيره جدا، يعني تعالى كده هات بورسلين ديش وحط فيه ستيريك اسيد حطه على الوتر، بس في ثانيه واحده هتلاقي حصل ميلتنج، الميلتنج بوينت بتاعته قريبه من البودي او اباف البودي تمبريتشر بحاجه بسيطه، تمام؟ فبمجرد ما البيشنت بيعمل ابلكيشن على السكين الستيريك اسيد بيحصل له ميلتنج بسرعه اباف البودي تمبريتشر ويحصل له كريستاليزيشن في صوره انفيزيبل كريستلز، انفيزيبل كريستال انت مش شايفها بعينك، تبدا تدخل في البورز اللي موجوده في السكن، وبالتالي ده بنسميه الفانشنج كريم. طب ليه سموه فاونديشن كريم؟ تعالوا نكمل الكلام بقى. الانفيزيبل كريستلز دي بتدخل في البورز فتعمل فاونديشن اساس بيز ليه؟ للابلايد باودر، يعني اللي عايز تحط ميك اب او حاجه لازم الاول قبل الميك اب يكون في فاونديشن كريم، عشان لو السكن سيرفيس مش مستوي او في بورز او حاجه زي كده الفاونديشن كريم يبدا يخلي السكن سيرفس كله فلات، كل السيرفس ما فيهوش اي مشكله، وبالتالي الابلكيشن بتاع الميك اب مش هيكون فيه مشاكل، تمام؟ طيب يبقى الفانيشنج كريم ده ايمالشن اوف ستيريك اسيد، هو الاويلي فيس هو الستيريك اسيد، اكسترنال فيس ووتر، يعني الايمالشن او الفانيشنج كريم او الفاونديشن كريم اويل اند ووتر ايمالشن. طب هنا الايمالسيفاينج ايجنت برضه سوب بتتكون او فورمد ان سيتو ديو تو ايمالسيفيكيشن رياكشن بتوين البوتاسيوم هيدروكسيد والستيريك اسيد، فهيكون عندي بوتاسيوم ستيريت، هي دي هو ده الايمالسيفاينج ايجنت، خلاص كده. طيب يبقى الايمالسيفاينج ايجنت سوب اللي هو البوتاسيوم ستيريت اور ميكتشر اوف سوبس اوف صوديوم ستيريت بوتاسيوم ستيريت امونيوم ستيريت، يعني ممكن هنا بيقول لك ممكن استخدم اكتر من الكالي مش بس صوديوم بس هيدروكسيد، بس غالبا هو اللي بيستخدم او في البريسكريبشن اللي انت اشتغلتها في المعمل كان الالكالي هو الايه البوتاسيوم هيدروكسيد، تمام؟ طيب ليه سموه فانشنج؟ لسه قايلين عشان لما بتعمل روبنج على السكين بيبدا سيم تو ديسابير، لكن في الحقيقه هو مش بيختفي، في الحقيقه ان الاستيريك اسيد بيتحول زي ما قلنا ليه او بيحصل له كريستاليزيشن في صوره انفيزبل كريستلز بتدخل في البورز بتاعه السكين فبيبان ان هو اختفى، تمام؟ طيب ليه سموه فاونديشن كريم؟ لانه بيكون فاونديشن اور بيز فور باودر. ادي شكل الفانشنج كريم وانتم حضرتوه في المعمل وعارفين شكله كويس جدا. البريسكريبشن بتاعه الفانشنج كريم بتتكون من بيوريفايد ووتر، ستيريك اسيد، جليسرين، بيرفيوم بريزرفتيف وبوتاسيوم هيدروكسيد. طيب الستيريك اسيد دوره ايه؟ زي ما قلنا قبل كده احنا بنتكلم على الكولد كريم، الستيريك اسيد فورمز بالك اوف اويلي فيس، يعني تقريبا 75% من الكميه اللي موجوده في البريسكريبشن هي الاويلي فيس، تمام؟ طب ال 25% التانيين بيحصل لهم ايمالسيفيكيشن باي الالكالي اللي موجود فين؟ في البريسكريبشن او بوتاسيوم هيدروكسيد عشان يتكون الايمالسيفاير. خلاص يبقى الستيريك اسيد فورمز بالك اوف اويلي فيز اللي هو تقريبا 75%،
والجزء التاني by addition of an alkali بيتكون صوب، ده اللي هما 25% الباقيين. خلاص كده most of stearic acid، معظم الستيريك اسيد اللي هو 75% بيحصل لهم emulsification by الصوب formed in situ. طيب عندي سيتايل الكول، وده تشاينا واكس او obtained from تشاينا واكس، ده واكسي الكول. ده لما بضيفه على الكريم بيخلي الفاينل برودكت، بيخلي الفانشنج كريم فاين وسموث، وكمان بيدي ادد سموثنس تو ذا سكن. طيب عندي هيوميكتنت او جليسرين، السوربيتول لو موجود يعني، بس انا عندي هنا جليسرول او جليسرين. الهيوميكتنت عباره عن سبستنس بتحب المويستر كونتنت، بتحب الميه، ابزورب مويستر من الاير، تمام كده. طب انا بضيفه ليه ده؟ عشان يحافظ لي على المويستر كونتنت اللي موجوده في الكريم، ويخلي السبريدنج سهل على السكن، ويمنع السكن ان يحصل له دراينج اوت. يبقى الجليسرين بضيفه هنا عشان يعمل امبروف للسبريدنج بروبرتس اوف كريم، يخلي الكريم يحافظ على الكونسيستنسي بتاعته، ما يحصلش ايفابوريشن للووتر او حاجه، مينيمايز دراينج اوت اوف كريم لما يتعرض للاير. يبقى هو بيحافظ، بيخلي الكريم يحافظ على الكونسيستنسي بتاعته هو في التيوب، وفي نفس الوقت لما اجي اعمل ابلكيشن على السكن او افتح حتى التيوب ويبدا الكريم يتعرض للاير ما يحصلش ايفابوريشن. ليه؟ لان الجليسرين هنا بيحب الايه، بيحب المويستر كونتنت. تمام. طيب عندي اويلز موجوده، عندي فيجيتابل اويلز زي الالموند اويل، ده بيعمل نورشمنت وبروتكشن، وبيساعد كمان في عمليه الريتيننج السابلنس اوف ذا سكن او الفلكسبيليتي اوف ذا سكن. تمام. طيب بنضيف الكاليس، طبعا دورها مهم، اكت اس بونيفاينج ايجنت. ليه؟ هي دي اللي بتعمل ايمالسيفيكيشن لجزء من الايه، من الفري فاتي اسيدز اللي موجود عندي في البريسكريبشن. زي ما قلنا الايمالسفاير بيبقى سوب بيتكون ان سيتو باي ادينج سفيشنت الكالي اور بيز، تعمل نيوتراليزيشن لجزء من الايه، من الفاتي اسيد، وزي ما قلنا تقريبا من 20 to 30% اوف فري فاتي اسيد. طيب عندي اكزامبلز كتيره للالكاليز، مهم قوي ان انا اعمل تشوز مظبوط، اختار صح الالكالي اللي انا هستخدمه. تمام. طيب عندي اول اكزامبل للالكالي، عندي كربونيت ممكن استخدمها، بس مهم قوي لو هستخدم كربونيت ممكن، او مهم قوي ان اللي هيشتغل يكون سكيلد اوبريتور، ما ينفعش اي نوفيس، اي واحد هاوي او اول مره اديله كربونيت واقول له حضر يلا فانشنج كريم. طيب اشمعنى؟ لان لو استخدمت الكربونيت از الكالي ممكن يبقى عندي بوسيبيليتي ان يحصل انترابنج للكربون دايوكسيد، هتلاقي الكريم جواه اير بابلز، جواه كربون دايوكسيد، وده ما ينفعش. طب الكربون دايوكسيد ده بيتكون نتيجه رياكشن بين الستيريك اسيد والكربونيت. طيب بنستخدم الصوديوم هيدروكسيد، ممكن البوتاسيوم هيدروكسيد، ما لهمش اي ليميتيشن او ديس ادفانتج. الديفرنس الوحيد اللي باين بينهم ان البوتاسيوم سوب بروديوس سوفتر كريم وذ هاي ديجري اوف بيرلنس، يعني بيبقى لامع اكتر، الكريم بيبقى مور سوفت اكتر عن الصوديوم سوب. ممكن استخدم البوركس اللي هو الصوديوم بوريت، بيديني فيري وايت كريم، ولكن ليه ليميتيشن واحده، ان الكريمز ايمالسيفايد وذ بوركس هاف ا تندنسي تو جرين، بتحبب شويه، او بيبقى فيه ان الكريم بيبقى جريتي شويه ان تكتشر يعني. ممكن استخدم الامونيا ووتر، ممكن، بس كلها عيوب. اولا ليها التندنسي ان هي تعمل ديسكلوريشن للكريم، بيبقى صعب قوي ان انا اعمل استابيلايزيشن لاي بيرفيوم، لان الاودر اللي ليها الابر هاند هتبقى الامونيا طبعا، فدي مشكله تانية. ممكن استخدم ايثانول ديامين، تريامين، ممكن استخدمهم، هم مور ريكومندد از الكاليز فور كريمز، هم احسن الكاليز ممكن استخدمهم هم الايثانولامين. الادفانتجز بتاعتهم ان هم ليهم مايلد الكالينيتي، ليهم او بيخلوا الكريم ليه جود تكتشر، بيكون ليه بيرلي ابييرنس، وبالتالي وما لهمش ليميتيشنز او ما لهمش عيوب زي باقي الايه، زي باقي الالكاليز. طيب التراديشنال فورمولا بتاعت الفانشنج كريم زي ما قلنا بيزد على ان انا بستخدم الستيريك اسيد او الهاي كواليتي ستيريك اسيد از اويلي فيز. هنا قلنا في الاول برضو ان الاويلي فيز او الستيريك اسيد بيحصل له ميلتنج اباف البادي تمبريتشر، يحصل كريستاليزيشن في صوره انفيزبل كريستال، يبدا يكون عندي نون جريسي فيلم. طبعا احنا عارفين الكريم ده اويل ان ووتر، تمام، فبتلاقي
ان السكين ليه فيري اتراكتيف ابييرنس، عشان كده بنستخدمه كفاونديشن كريم. مش شرط الفاونديشن كريم او الفانيشنج كريم يبقى في الكومبوننتس اللي في البريسكريبشن اللي احنا قلنا، بس لا ده انا ممكن اضيف ايموليانت، ممكن اضيف مويسترايزر، ممكن اضيف سان سكرين ايجنت تو بروتكت السكين من الهارمفول الايجنج افكت اوف سولار راديشن. طيب تالت كريم هنتكلم عليه النهارده هو الهاند كريم، واضح من اسمه ان الكريم ده هيبقى ابلايد على الهاند او على الهاند سكين. الهاند كريم بيبقى اويل اند ووتر كريم. طيب اشمعنى الهاند بالتحديد خصصنا لها كريم مخصوص؟ زي ما قلنا ان او زي ما بنقول ان الهاندز بتمثل المين ان بروتكتد اريا اوف ذا بودي اكتر بكتير كمان من الفيس، تمام. الهاند تبقى مور فولنربل تو ذا افكت اوف انفايرمنت اكتر من الفيس، خلاص. وعشان كده مهم قوي ان السكين اللي بيعمل كفرنج ليه الهاند يفضل دايما سوفت وسموث. طب هيفضل دايما سوفت وسموث ازاي؟ يبقى لازم استخدم ايه؟ هاند كريم. طيب هي ايه مشكله السكين او اكتر مشكله بتواجه السكين بتاع الهاند؟ الهوت ديتيرجنت سوليوشن اللي دايما ايده بتتعرض للبريل والفيري والحاجات دي كلها، اللي هي الهوت ديتيرجنت سوليوشن، تمام، اثناء غسيل المواعين والكلام ده كله. هوت ديتيرجنت سوليوشن يعني ايه؟ يعني انت بتغسل دايما او البرولونجد اكسبوجر، يعني مش من مره واحده او مرتين او ثلاثه، لا ده البرولونجد اكسبوجر تو هوت ديتيرجنت سوليوشن، هوت يعني ميه سخنه في الشتاء كمان، يبقى ميه سخنه هوت ديتيرجنت سوليوشن. مالهم بقى دول بيعملوا ايه؟ ليهم سولوبلايزنج افكت، سولوبلايزنج افكت على الليبد اللي موجوده اصلا في السكن، وبالتالي يحصل دامج للسلول. فتلاقي السكن دراي وسكيلي ومش هيلسي دايما السكين بتاع الايه؟ بتاع الهاند. طيب نتيجه ان السكين بتاع الهاند دايما معرض لهوت ديتيرجنت سوليوشن، فهلاقي ان السكين هيحصل له ايه بقى؟ هيبقى ديبرايفد، هيجرد من الناتشرال مويسترايزنج فاكتورز، الناتشرال بروتكتيف سكريشن، هتلاقيه دراي سكورفي فليكي. لا مش هينفع بقى، لازم اعمل ابلكيشن لهاند كريم هيقدم او بروفايد سام سورت اوف ريميدي للكونديشن دي، هيعمل سوفتنينج ومويسترايزنج للدامج سكين. الهاند كريم برضو لازم يكون او يتوفر فيه بعض الكرايتيريا، ان هو لازم يبقى ايزي اند كويك تو ابلاي بدون ما يترك تاكي فيلم او ادهيزي فيلم على السكين، تمام. شوت سوفت اند سموث سكين، الهاند كريم بيكون سموث دراي كونتينوس فليكسبل فيلم على السكين، انديوس ري هايدريشن اوف ستراتم كورنيوم، كومبنسيت يعوض الريدكشن اللي حصل في الناتشرال سكين اويل. فبالتالي لازم يبقى الكومبوننتس بتاعه الهاند كريم فيها اويلز تعوض الايه؟ الريدكشن دوت، خلاص. الريدكشن اللي حصل نتيجه البرولونجد اكسبوجر للديتيرجنت والسوب سوليوشن. يبقى الهاند كريم لازم يقوم بكل الفانكشن دي without leaving an obvious film على الايه؟ على الهاند سكين. طبعا زي ما قلنا في الاول الهاند كريم should be formulated as oil and water emulsion of vanishing cream type، يعني oil and water. طيب عندنا بعد كده الايموليانت كريم، والايموليانت كريم دوره ان هو effective in softening and importing a measure of slipping flexibility to dry scaly corneum. dry scaly corneum. طيب الانجريدينتس الموجوده في الايموليانت كريم، عندي ووتر سوليبل ايموليانت ماتيريال وعندي اويلي ماتيريال. طيب تعالوا الاول نشوف الووتر سوليبل ايموليانت ماتيريال دي دورها ايه او زي مين؟ زي البولي هيدريك الكول، زي البولي ايثيلين جلايكول، اكت از هيوميكتنت، وبالتالي هتعمل كونزرفنج وتحافظ على الووتر اللي موجود في السكين، وبالتالي تحافظ لي على الايموليانس او تدي ايموليانسي. طب ازاي برضو الهيوميكتنس اللي هي الووتر سوليبل ماتيريال دي هتشتغل ازاي؟ انا قلت هيوميكتنس يعني بتحب الميه، ابزورب مويستر من الاير او من اي انفايرمنت حواليها. فهنا الهيوميكتنت هتعمل بولينج للووتر اللي موجود في الديرمس اللي هي السكند لاير اوف ذا سكين، وتعمل بولينج للووتر ده وتوصله للابيدرمس، وبالتحديد النون فايبل ابيدرمس او الستراتوم كورنيوم. فيحصل ايه؟ فتلاقي السكين هايدريتد وما يحصلش ايفابوريشن للمويستر كونتنت الموجوده في الستراتوم كورنيوم، تمام كده. بس بيقول لك خلي بالك، احنا عارفين طبعا ان الجليسرول اللي موجود في الايموليانت كريم ده مهم، ده احنا عندنا كريم مشهور قوي اسمه جلايسوليد،
فالجليسرين ده مهم ان هو يحافظ لي على المويستشر كونتنت، ولكن خلي بالك ان انا ما استخدمش اكسسيف او تو هاي كونسنتريشن من الجليسرين، لان الجليسرين ليه برضو irritating افكت ات فيري هاي كونسنتريشن. تمام. الووتر سولبل انجريدينت زي ما قلنا البولي اولز اللي هي هتحافظ على الووتر في السكن، ده بسبب الجود هيوميكتنت اكشن الخاص بالايه البولي اولز دي. عندي كمان الاويلي فيز او الاويلي ماتيريال زي الاسترويد الكولز، الفاتي الكول، تراي جليسرايد استرز، فوسفوليبيد، الهيدروكربون اويل والواكسز والهيدروفيلك لانولين، البيز واكس ديريفاتيفز والسيليكونز. طبعا خلاص احنا فاهمين هنا بقى الاويلي فيز هيشتغل ازاي، او الاويلي ماتيريالز دي زي ما قلنا بيتكون اوكلوزيف فيلم على السكن. الاوكلوزيف فيلم دوت بيحافظ على المويستر افيلبل في الاكسترنال سكين لايرز، وبالتالي يحصل سوفتنج للسكن. الايموليانت كريمز ممكن تكون اويل ان ووتر او اويل او ممكن تكون ووتر ان اويل او اويل ان ووتر ايموليشن. طيب بالووتر ان اويل خلاص الاويل هو اللي ليه دايركت كونتاكت مع السكن، وبالتالي هيكون عندي خلاص احنا فهمنا اوكلوزيف فيلم. تمام. هيحصل مور دايركت ايميديت كونتاكت اوف اويلي فاتي اور واكسي انجريدينت على السكن. طب الاويل ان ووتر ايموليشن لا، ده طبعا زي ما قلنا مور اكسبتبل مور بليزنت تو يوز و افكتيف ان كارينج اويل انجريدينتس تو ذا سكن سيرفس. خلاص وعرفنا ان ممكن اضيف بولي اولز وهيوميكتنز، وقلنا هيعملوا ايه بالظبط وازاي هيزودوا الايموليانسي بتاعت السكن. طيب طيب اللي بعد كده هنتكلم عليه من الكريم هو الهرمون كريمز. هرمون كريمز زي ما واضح من اسمه ان انا عندي هنا انكلود هرمون في الكريم. وطب ايه دور الهرمون كريم بالتحديد للفيميلز؟ يعني لما دي او اتعمل ابحاث ووجد ان لما يبقى فيه هرمون زي البروجسترون مثلا موجود في السكين لاير، ده بيدي لي السكين يسفل ابيرنس. تمام. يعني الهرمون كريم ده خلي بالك ليه لوكال درماتولوجيكال، مش ترانسديرمال. يعني عشان كده بنقول as a result of application of hormone cream the female skin seem to regain youthful appearance، بيبقى شباب healthy. خلاص عشان كده الهرمون كريم ده cosmetic cream. طيب في فاكتورز مهمه قوي لازم اخلي بالي منها في الهرمون كريمز. اول حاجه الكريم ده طبعا ووتر ان اويل، الكريم ده ووتر ان اويل ايمالشن بيز. خلاص انا بقول ان الهرمون ده انا يهمني ان هو يبقى موجود البروجسترون ده مثلا او الاستروجين يبقى موجود فتره طويله وقت طويل في السكين لاير، فانا محتاج ان الريليز يبقى برولونجد. خلاص عشان كده يفضل ان انا استخدم الووتر ان اويل ايمالشن بيز. هنا الكريم ماست بروموت سلو يونيفورم ابزوربشن، انا مش عايز رابيد ابزوربشن، مش بعالج ديس اوردر ولا حاجه، يعني مش محتاج رابيد ابزوربشن، ده انا عايز سلو ابزوربشن للاستروجين او للهرمون. ما ينفعش الهرمون كريم دوت يغير لي النورمال بي اتش اوف ذا سكن، عشان وبالتالي لو البي اتش اتغيرت يحصل بروكن داون للسكن. ما ينفعش اعمل وانا بعمل فورميوليشن يبقى عندي اي الكول او اورجانيك سولفنت او اي كيميكال انهانسر. ليه؟ لان ده هيزود السبيد اوف ابزوربشن للهرمون، وبالتالي انا كده ديفيت الافكت، او مش ده الافكت اللي انا عايزه، ده انا عايز الهرمون كريم يبقى ليه برولونجد افكت. طبعا الهرمون كريم ووتر ان اويل ايمالشن بيز ده بريفيرد طبعا. ليه؟ لان الكونتينوس اويلي فيز او الاكسترنال فيز اويلي هيكون ليها دايركت كونتاكت مع السكن واكت از بروتكتيف كفرنج، وكمان الريليز هيبقى مور برولونجد من الايه؟ من الاكسترنال اويلي فيز. ادي شكل الهرمون كريم او ناتشرال بروجسترون كريم. الكريم اللي بعد كده هو البليتش كريم، كريمات التفتيح، ودي بتكون اويل ان ووتر كريم، هي كوزموتيك كريم ديزاين تو ميك ذا سكين ابير لايتر، يبقى البشره الكالر بتاعها يبقى فاتح شويه، يا اما باي ابلكيشن اوف ا بيجمنت او ريدكشن اوف نورمال بيجمنتيشن ستريم الميلانين. تمام كده. اشهر ثيرابيوتيك ايجنت بيكون موجود في البليتش كريم ده الميركوري في صوره وايت امونييتد كومباوند او ميركوري كلورايد يوزد از بليتش. ازاي؟ الميركوري بيعمل انهبيشن لانزايم اسمه داي هيدروكسي فينايل الانين، والانزايم ده اصلا بيعمل ستيميوليشن للبيجمنت فورميشن. يبقى الميركوري لما يعمل انهبيشن للانزايم ده يحصل ريدكشن للنورمال بيجمنتيشن ستريم، وده خطر. تمام. لان ممكن يستخدم او حد يحضره بكونسنتريشن اعلى من الستاندرد مثلا كونسنتريشن، يحصل مشكله للبيشنت. عندي اذر ميركوري كومباوند بيستخدموا از بليتش كريم زي الريد ميركوري اوكسايد، الباودر كالوميل، الميركوري كلورايد، شايفين الكونسنتريشن 1.5%. بنستخدم كمان بيزما ساب نيتريت في البليتش كريم، وده بيستخدم تو ريديوس الاريتيشن بوسيبيليتي.
يفضل طبعا بقى الناتشرال كومبوننت زي الاسكوربيك اسيد اللي موجود في الليمون جوس، ده بيقلل بيجمنت فورميشن وليه مايلد بروبرتس اوف فيكسد بيجمنت ريموفال. يفضل البليتش كريم يكون ليهم او يكونوا الاكتيف انجريدينتس يكونوا ناتشرال ان اوريجين. البليتش كريم زي ما قلنا ار يوجوالي اوف فانشينج تايب اللي هو اويل اند ووتر كريم، عيوب الميركوري ممكن يسبب بويزنينج، يحصل اكيوميليتنج في السيلز اوف بودي، تو ماتش اكسبوجر تو الميركوري يسبب بويزنينج، ممكن يؤدي لليفر دامج وكيدني فيلير. اخر كريم هنتكلم عليه هو النايت والمساج كريم، والنايت والمساج كريم دول بيكونوا ووتر ان اويل كريم. طيب بستخدمهم ليه؟ طبعا ديزاين تو بي ليفت اون ذا سكين سيفرال اورز، ف طبعا زي ما قلنا بيفور جوينج تو بيد، فالبيشنت بيعمل ابلكيشن وينام فبيفضل فتره طويله على السكين، عشان كده لازم يبقى عندي سيرتن سبستانشال اويل فيز، يحصل لهم سبريدنج بسهوله على السكين وزود ديسابيرنج وزود رابنج اوف اون تو كلوزنج اور بيد لايننج. يعني لازم الاويل فيز يبقى ليه كاركترستكس معينه بحيث مش اي فريكشن بكلوز او بالبيد لايننج اللي هو المخده يعني او اي قماش يعني فيحصل ريموفال للكريم من على السكين، ما ينفعش. الكريم ده ووتر ان اويل ايمالشن كريم. النايت كريم زي ما قلنا الاويلي او الاكسترنال فيز اللي هو الاويل بيكون اوكلوزيف لاير على السكن، ودي بتعمل سلوينج للريت اوف ترانسابيدرمال ووتر لوس، وبالتالي بيكون ليها مويسترايزنج افكت. طب المساج كريم ليه طبعا او الهدف الرئيسي من استخدامه ان هو بريفنت البيلد اب اوف لارج نمبر اوف ديد سيرف سيل، ديكريز السيكنينج اوف ابيثيليال ديد سيلز، مينتين البلاد سبلاي ان جود كونديشن. طيب اكزامبل ليه البريدومينانت اويلي فيز اللي بستخدمه في المساج والنايت كريم زي البترولاتم المينرال اويل اللانولين واللو ميلتنج بوينت واكسز زي البيز واكس. كده يبقى احنا خلصنا الفارماسيوتيكال كريم اللي هو تاني سيمي سوليد دوزج فورم عندنا في الكورس.